بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. لقد قيل الكثير عن الصمت الداخلي وعلاقته بالذات البشرية. قيل أنه طاقة داخلية بتساعد الإنسان على التركيز، وهو قدرة غير مرئية بتخلق حالة من الهدوء والسكينة. هو تأمل ذاتي بيساهم في تهذيب النفس ومحاربة اليأس والاكتئاب. هو محفز إيجابي على الإبداع والفن وتنمية المهارات. إذا كان الصمت الداخلي يعبر عن كل ذلك، فهذا يعني أنه هو ركن من أركان السلام والاستقرار عند الإنسان. هو سلام حقيقي يقوم على مبدأ المصالحة مع الذات والتسامح مع الآخرين والعفو عما مضى. من خلال هيدا السلام الداخلي بتمكن الصامت من السيطرة على انفعالاته السلبية والارتدادات الثأرية. هذا رائع فعلا، شرط أن لا يتحول هذا الصمت إلى صمت دائم يسيء إلى الصامت نفسه وأفراد عائلته وأصدقائه وزملائه في العمل. فلا تتردد من ممارسة الصمت الداخلي، ولكن تجنب الصمت عن الكلام الطيب والتواصل مع الناس، ولا تبخل عن النطق بالكلام الإيجابي. الصمت الداخلي شيء، والصمت عن الكلام الطيب والإيجابي شيء آخر. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.